هيئة مارينتا مصيبوين كقرن كالصوماليات ايه صدما هيا مانتا كون قويس او دنير اه هي برك عيال اسكو جرا وحاي قرقار وقايب سي قدها ديگان كا جزيرا ايه قبل كشبه لده وسي قايب انت قرقار كان معابنة دا اه وحا قوب جوكا ها اقاسمها واحدة قرقار كا هيئة مارينتا مصيبوين كقرن كا قدوميا هادق مده افقو يه اسكو دواها قرقار كا قبل كشبه لده وسي ايه معمول كا ديگان كا جزيرا غرغار كان ايا ككوبنا قيبها كل دوان اي راشينكا وحانا قويسسكي كفايدي استي غرغار كان امها النقين هي اد صدمة اي وزارة ده غرغار كا كونفور غلبيت او غرغار كان اسكا كاشدي اغا سماها واحدة غرغار كا هي اد ماريت مسيبوين كغرنكا زهرة علي يوسف ايا كور بحيسي غرغار كان ما أنتوا حنجوجنا هذا نهاية دمار أنت مسيبوين كصدمة ديجان كجزيرة ورنتي أي كم وقته باهي بلا آدم مدي لا تلمعن لها أنا جو فلين هنا عمر كي يدردارن كي مدحوينها كونفور قلبات مدن عبد العزيز محمد لفت جرين أيان ما أنت ديجان كا جزيرة وحنكو قيبين هنا كون قويس راشين كود راشين كاسو أي نوعة تيمد إن ولعلهنا تركيا هي أدى بشع عس كسلاي أو أيقو تلاقي شيء دتك اللي ندى أي صابر كعسي كل قن دافعها ديجان كأفجوي أو أي كم تها الجزيرة صدق دي يكون قيبتي لبعض أو المنطقة قيبين إنه الجزيرة قدوميها دقمة أفقوية عبد الله هرابي سكدوها أريمها غرغاركا قبل كشبه لدهوسي إيا قدوميها جزيرة هيا أمها النقاي هيا إدا مارينت مسيبوين كقرنكا وحان سوق أرسيني ديق راشينة ديق أصو نوغو تيميد نوزارة دا مارينت مسيبوين كا فضرال استيتكا وزارة مارينتا غرغاركا مسيبوين كا هير ستيت وادي وادي وماسينيين وحاكل أمه دعلنا يا هاي تصدمة ما هاكا غارتو وحان أمه دعلنا يا وما مركلا إمر لباط إمر سدح أمه دعلنا يا مدحوين عبد العزيز و أيان تان با إلقوني أكو هاي ديغان كا جزيرة يدق مدى أفقوي يدقان هذا هوسي ماذا ما دام ديغان كا جزيرة لو أنا هن أنا هلين واحد معاونة أي واحد جرجرة أو كصعدة استيت كا يو لما عن ده ما ده أبقوي دت كي مناي أو حاسيني راشين ير أو إلى يكون قويس وحن رجينا إن ماشان كسر الله الله من دونه مركع رجني نظام كا نبض كجرتو كل دم بنتا حسلوني ذا كتير كجرتو إن شاء الله وحن بلنقاضي إن ديان كجزيرو معاون انت ان كبد ان ان كوسو قيبن دونو ان سو غاري دونو وقتيده دو حدو الله يرادو سدو كلا waxaan rabaa inaan yiraahdo madaxweyne abd al-aziz madaxweyne aad iyo aad u maasan tahay shaqada aad noo idmatay iyo hawsha aad noo dirtay maanta waxaan ku sinay deegaanka jazeera si nabad ah ayaan u qabsoontay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka walaalkay saaxiibkay maxamuud macallin oo runtii asagana ay ka go'an tahay ummada soomaaliyeed qof kasto danyar meeshu joogo in wixii la geyn karo ama la gaarsiin karo lagu gaarsiiyo sidoo kale waxaan rabaa inaan mahadceliyo wasiirka gargaarka ee maareynta masiibooyinka ee koonfur galbeed oo runtii asaguna sidoo kale dadka soo dhuustii ku nool xanuun badan runtii marka waxaan leenahay cid walba oo soo baxsatayna raashinkan una taagan in ummada ay u gargaarto waxaan leenahay waa mahadsan tihiin kun jeer waa mahadsan tihiin shukran هيئة صدمة ayaa mar waliba u taagan u gargaarida bulshada nugul sida agoonta danyarta naafada iyo barakacayaasha deegaanadooda uga soo barakacay colaadaha iyo daadadka El Niño